بسم الله الرحمن الرحيم. معنا السؤال رقم 51، بيقول لك السلكان ألف ب وجيم د من الدائرة الموضحة بالشكل أفقيان وفي مستوى رأسي واحد، ولكن ألف ب حر الحركة الرأسية، يعني تحرك رأسيا حر، وطوله متر وكتلته 5 جرام. احسب القوة الكلية على ألف ب عندما يكون على ارتفاع 2 سنتي فوق الجيم د، علما بأن شدة التيار المار 50 أمبير. طيب تعالى كده، احنا دلوقتي عندنا ايه؟ عندنا الف ب، وعندك تحت الجيم دال. بيقول لك هنا ان التيار اللي ماشي ب50 امبير، وعندك هنا ده حر الحركة، طبعا ده بيتأثر بقوة وزنه الاسفل اللي هي الاف جي، ونتيجة ان انت عندك فيه سلكين اهم، سلكين دول بيمر فيهم تيار ومتوازيين، وبالتالي في قوة متبادلة ما بينهم اللي هي القوة المغناطيسية. طيب القوة المغناطيسية دي هتكون اتجاهها فين؟ طبعا لأن التيار في السلكين في عكس الاتجاه، فدي هتبقى قوة تنافر، وبالتالي هيبقى ده في قوة هنا اف جي اف بس اللي هي قوة مغناطيسية. وبالتالي انت عندك هنا السلك ا ب بيتأثر بقوتين، قوة الأسفل اللي هي قوة وزنه، قوة الأعلى اللي هي قوة التنافر مع السلك اللي تحت. وبالتالي لما أجي أجيب محصلة القوة اللي بتأثر على السلك ا ب هشوف الكبير، ويبقى الكبير ناقص الصغير. المهم بيقول لك ان السلك ا ب ده طوله 1 متر وكتلته بتساوي 5 جرام، وعندك هنا اعطيك عجلة الجاذبية بتساوي 10 متر على الثانية تربيع. اول حاجة هجيب الاف جي اللي هي وزن السلك ده، بتساوي الام في الجي بتساوي الام 5 × 10 سالب 3، تحولها من جرام لكيلو جرام، في الجي ب10 هيطلع معاك 5 × 10 سالب 2. بعد كده هجيب القوة المتبادلة ما بين السلكين، الاف بتساوي الميو في الاي اللي هنا في الاي اللي هنا، طبعا الاي متساوي يبقى اي تربيع، في ال المشترك اللي ما بينهم هيبقى هو الواحد متر اللي هو طول السلك ا ب، على 2 باي في البعد ما بينهم، قايل لك هنا ان البعد ده بواحد سنتي او بكام؟ ب2 سنتي. هيساوي الميو 4 باي × 10 سالب 7 في اي تربيع اللي هي 50 تربيع، في ال بواحد على 2 باي في الدي ب2 × 10 سالب 2، تحول من سنتي لمتر. هنشيل ده مع ال4 باي، تفضل عندك فوق وده مع ده، تفضل 10 سالب 5 تبقى 50 تربيع في 10 سالب 5، هيطلع معاك 2.5 × 10 سالب 2. وبالتالي انت عندك هنا في قوتين بيأثروا على السلك ده، قوة وزنه اللي هي الاف جي ب5 × 10 سالب 2، والقوة المتبادلة ما بين السلكين دول الأعلى و2.5 × 10 سالب 2. وبالتالي محصلة القوة اللي بتأثر على السلك ده هتساوي القوة الكبيرة اللي هي 5 × 10 سالب 2 ناقص القوة الصغيرة اللي هي 2.5 × 10 سالب 2، هيساوي 2.5 × 10 سالب 2 نيوتن. نيجي بعد كده بيقول لك البعد بين السلكين عند الاتزان. طبعا السلكين كده مش متزنين، او السلك ده مش متزن. ليه مش متزن؟ طبعا السلك ده كده كده مثبت، السلك ده هو اللي بيتحرك لاعلى والاسفل، وبالتالي ده مش متزن، وبالتالي هيستمر في الحركه. ليه هيستمر في الحركه؟ لان انت عندك هنا قوه الوزن اكبر من القوه المغناطيسيه. طبعا السلك ده لما بيقرب نتيجة ان الاف جي اكبر من الاف فهينزل لتحت، كل ما يقرب من السلك ده ايه اللي هيحصل؟ كل ما يقرب من السلك ده الاف هتزيد، لحد ما الاف دي تساوي الاف جي، في الوقت ده السلك هيبقى متزن، وبالتالي هنا عند الاتزان تكون محصلة القوة اللي بتأثر على السلك بتساوي صفر، او الاف بتساوي الاف جي. طبعا الاف جي ده ثابت لان ده الوزن، والوزن ثابت. طيب الاف بتساوي الاف جي اللي هي كام بقى؟ الاف جي ب5 × 10 سالب 2 نيوتن. يعني انت هنا الاف هتزيد من 2.5 لـ5، يعني الاف هتزيد للضعف. طيب الاف دي بتساوي الميو في الاي تربيع في ال على 2 باي دي، ودول كلهم ثابتين ما عدا الدي، لان الدي هت ايه؟ الدي هتقل كل ما السلك يقرب.
وبالتالي عندك الاف تتناسب عكسيا مع الدي. الاف لما تزيد للضعف الدي هيحصل له ايه؟ هيقل للنصف. وبالتالي انت عندك هنا الدي 2 على الدي 1 بيساوي اف 1 على الاف 2. الاف 1 ب 2.5 في 10 اس سالب 2، والاف 2 ب 5 في 10 اس سالب 2. لما تقسم الاثنين دول على بعض هيديك 1 على 2. وبالتالي انت عندك هنا الدي 2 بتساوي نص الدي 1، والدي 1 ب 2 سنتي هيديك 1 سنتي. او بمعنى تاني الاف لما تزيد للضعف معناها ان البعد ما بين السلكين قل للنصف، وكان في الاول 2 هيبقى 1، وبالتالي 1 سنتي اللي هي 1 من 100 متر. نيجي بعد كده بيقول لك كثافة الفيض المغناطيسي عندها، تعال نعملها هنا. ادي النقطة اهي، كثافة الفيض المغناطيسي عند ه التي تقع في مستوى السلكين وتبعد 5 سنتي عن ج د، ده ج د بتبعد 5 سنتي، والبعد ما بين السلكين عند الاتزان 1 سنتي، وبالتالي البعد ده ب1 سنتي وده كله ب5 سنتي، يبقى من هنا لحد هنا ب4 سنتي. عاوزين بقى نجيب كثافة الفيض المغناطيسي هنا. طبعا التيار هنا كان كده والتيار هنا كان كده، والنقطة دي خارج السلكين، التيار في السلكين في عكس الاتجاه والنقطة خارج السلكين، وبالتالي كثافة الفيض هنا البيها بتساوي الكبير مقاس الصغير. طيب انه الكبير؟ السلكين بيمروا فيهم نفس التيار، بس السلك ده اقرب من السلك ده، واحنا عارفين ان البي بتساوي الميو في الاي على 2 باي دي، وبالتالي السلك ده اقرب هيبقى كثافة الفيض الناشئة عنه اكبر، وبالتالي هتبقى البي بتاع ده ناقص البي بتاع ده. البي بتاع ده ميو، التيار اللي ماشي فيه هو نفسه التيار اللي ماشي هنا سميه اي على 2 باي في البعد ده اللي هو 4 من 100 متر اللي هو 4 سنتي يعني، ناقص ميو في الاي بتاع ده على 2 باي في البعد من هنا لهنا اللي هو 5 من 100 اللي هو 5 سنتي. بعد كده ناخد الميو والاي وال 2 باي عامل مشترك، الميو على 2 باي بيديك 2 في 10 سالب 7 والاي ب50، نفتح قوس هيتفضل عندك 1 على 4 من 100 ناقص 1 على 5 من 100. 2 في 50 ب100 في 10 سالب 7 ب10 سالب 5 في 1 على 4 من 100 اللي هي 25 ناقص 1 على 5 من 100 اللي هي 20، هيطلع معاك 5 في 5 في 10 سالب 5 بس كده. السؤال اللي بعد كده رقم 52 بيقول لك ملف لولبي نصف قطره يحتوي على 100 لفه لكل سنتيمتر. طبعا 100 لفه لكل سنتيمتر دي الان ايه؟ الان سمول اللي هي عدد اللفات في وحده الاطوال، يبقى 100 متر ترنز لكل سنتيمتر. اذا كانت مقاومه المتر من طول الملف، مقاومة المتر من طول الملف، ادي عندك الملف اهو، لو انت خدت 1 متر بس من الملف ده هتلاقي ان ايه المقاومة بتاعتها ب10 اوم. احسب كثافة الفيض عندما يوصل جزء منه طوله 20 سنتي بين قطبي بطارية 12 فولت. انت عندك هنا ادي ملف، الملف ده طوله 20 سنتي، وعندك ال n بتساوي 100 لفة لكل سنتي، ونصف القطر بتاعه بيساوي 5 سنتي، ومقاومة المتر الواحد منه اللي هي ال r على ال بتساوي 10 اوم لكل متر، هو اللي قايل لك مقاومة المتر الواحد. يعني بتجيب المقاومة الكلية بتاعت الملف تقسمها على الطول بتاعه هيديك المقاومة لكل متر. احسب كثافة الفيض عندما يوصل جزء منه 20 سنتي، ال L هنا زي ما قلنا ب20 سنتي اللي هي 2 من 10 متر، بين قطبي بطارية 12 فولت، ال VB بتساوي 12 فولت. يعني انت هنا لما تكمل هيمر تيار، التيار ده هيولد فيض مغناطيسي. طيب نحل دي ازاي؟ طبعا انت عشان تجيب كثافة الفيض اللي هي البي
هتعوض في القانون ده ميو في الاي في الان سمول، وبالتالي الان سمول عندك بس هتعوز تحول السنتيمتر ده المتر، والميو طبعا ما تكلمش بهوا، محتاجين نجيب الاي. عشان تجيب الاي فانت هتقسم القوة الدافعة على المقاومة بتاعت الملف ده. طيب اجيب المقاومة بتاعت الملف ازاي؟ ما انت عندك الار على ال ب 10 اوم لكل متر، والال ب 2 من 10 متر، وبالتالي الار بتساوي، الار هتساوي ايه؟ هتساوي ال10 اوم لكل متر دي في الطول بتاعك، يبقى هنا 10 في 2 من 10 هيديك المقاومة بتاعت البتاع ده، وبالتالي ده 2 اوم. نيجي بعد كده الاي بتساوي الفي بي اللي هي 12 على المقاومة دي اللي هي 2، هيديك 6 امبير. نيجي بعد كده نعوض هنا، البي بتساوي الميو 4 في 22 على 7 في 10 سالب 7 في الاي ب 6 في الان 100. بس لاحظ زي ما قلت لك هتحول السنت ده المتر والسنت ده تحت، وبالتالي تضرب في 10 سالب 2 عشان تحول المتر. تعمل دي بالآلة الحاسبة، أربعة في 22 على 7 88 على 7 في 6 في 10 أس سالب 3، هيطلع معاك 75 من 1000. السؤال اللي بعد كده 53 بيقول لك هنا، سلكان مستقيمان متوازيان المسافة بينهما 2 متر، يمر في أحدهما تيار كهربي شدته أي واحد والثاني تيار كهربي شدته أي اتنين في نفس الاتجاه، فكانت كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة في منتصف المسافة بينهما، أوجد الأي واحد وأي اتنين إذا علمت أن القوة المؤثرة على المتر الواحد من كل منهما. طيب أول حاجة هتعملها إن أنت هترسم المسألة، وبهنا بيقول لك إيه؟ بيقول لك هنا أنت عندك سلكان مستقيمان متوازيان، المسافة بينهما 2 متر، يمر في أحدهما تيار كهربي أي واحد والثاني تيار كهربي أي اتنين في نفس الاتجاه، فكانت كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة في منتصف المسافة، في منتصف المسافة يعني ده بواحد متر وده بواحد متر. بيقول لك كثافة الفيض المغناطيسي هنا اللي هي البي توتال بتساوي 10 سالب 5 تسلا. وبيقول لك هنا ان القوة المتبادلة ما بين، او القوة المؤثرة على المتر الواحد من كل منهما، القوة المؤثرة على المتر الواحد يعني الاف على ال، او ال بتساوي 1 متر، اي حاجة اف على ال، يعني انت بتجيب القوة الكلية بتقسمها على الطول بيديك القوة لكل ايه، لكل 1 متر. الاف على ال بتساوي 2.4 من 10 في 10 سالب 4 نيوتن لكل متر. طيب انا هنا عايز ايه؟ عايز اجيب الاي 1 والاي 2. طبعا انت عندك هنا معادلتين وعندك مجهولين، هتحلهم مع بعض هتجيب المجهولين دول. من هنا انت عندك كده التيار في السلكين في نفس الاتجاه، محصلة كثافة الفيض هنا تبقى الكبير ناقص الصغير. طيب انه الكبير وانه الصغير؟ ما قاليش. افترض اي واحد فيهم كبير، افترض ان الاي واحد اكبر من الاي اتنين مثلا، وبالتالي محصلة هنا تبقى الفيض الناشئ من ده ناقص ده. ليه؟ لان البعد ايه؟ متساوي. وبالتالي انت عندك البي توتال هنا بتساوي الميو في الاي واحد على 2 باي، سمي ده دي وخلاص، ناقص ميو في الاي 2 على 2 باي دي، كل ده بيساوي 10 اس سالب 5. هناخد الميو وال2 باي والدي عامل مشترك، ميو على 2 باي 2 في 10 اس سالب 7، وعندك الدي ب1 متر، فاضل عندك اي 1 ناقص اي 2 بيساوي 10 اس سالب 5. نيجي بعد كده الاي واحد ناقص الاي اتنين بيساوي 10 سالب 5 على 2 في 10 سالب 7. طبعا ده مع ده هيديك هنا 10 سالب 2 تطلع فوق تبقى 10 اس 2 اللي هي 100 على 2 هيديك 50. ده اول ايه؟ اول حاجة. نيجي بعد كده من العلاقة دي الاف على ال، انت عارف ان القوة المتبادلة ما بين سلكين تساوي الميو في الاي واحد في الاي اتنين في ال على 2 باي دي، والدي ده اللي هو البعد ما بينهم، وبالتالي الرقم ده اللي هو 2.4 من 10 في 10 اس سالب 4 بيساوي الميو على ال 2 باي اللي هي 2 في 10 اس سالب 7،
وعندك تحت برضو في الدي اللي هو البعد ما بينهم اللي هو 2 متر. تفضل فوق I1 في I2. طبعا دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الاف على ال، اف على ال، وبالتالي ال هنا اف على ال، خلاص ده راح. الاف على ال بيساوي 2.4 × 10^10^4 ميو على 2 باي دي اللي هو الرقم ده في I1 في I2. وبالتالي هتلاقي ان ده بيروح مع ده، 10^7 مع ده يديك 10^3. طيب بعد كده اعمل ايه؟ يبقى I1 في I2 بتساوي 2.4 × 10^10^3. طبعا ده امبير تربيع. بعد كده اعمل ايه؟ بعد كده انت من هنا I1 ناقص I2 بتساوي 50، و I1 في I2 بتساوي الرقم ده، هتعوض بأي واحد فيهم في التاني. يعني هنا مثلا هنجيب ان الاي واحد بيساوي، اي واحد بيساوي 50 زائد الاي 2. نيجي هنا اي واحد 50 زائد الاي 2 في الاي 2 بيساوي 2.4 × 10^10^3. 50 اي 2، اي 2 في اي 2 زائد اي 2 تربيع، نجيب ده هنا بالسالب، سالب 2.4 × 10^10^3 بيساوي 0. دي معادلة تربيعية نحلها بالآلة الحاسبة. سوري هنا أنا غلطت غلطة فظيعة، 2 على 2 خلاص، 10^7 وده 10^4. تمام، لما تشيل ده مع ده، ده هيروح هيتفضل هنا 10^3، لما تيجي هنا تبقى 10^3. ده 10^3، ده 10^3، ده 10^3. سوري. وبالتالي لما نحل المعادلة دي عندك هنا معامل الاي تربيع بواحد، معامل الاي بـ50، معامل او الحد المطلق بسالب 2.4 × 10^10^3. هيطلع معاك ان الاي 2 بتساوي 30 امبير، او الاي 2 بيساوي سالب 80 امبير. طبعا السالب هنرفضه، ده مرفوض. بعد ما جبنا الاي 2 هنيجي نجيب الاي 1، هيساوي 50 زائد 30، هيطلع معاك 80 امبير. السؤال اللي بعد كده 54 بيقول لك سلك ألف ب يمر به تيار كهربي شدته 24 أمبير ألف ب، ماشي، ويمر في الملف المستطيل الموضح بالشكل، سمي ده I1، تيار كهربي شدته 10 أمبير، ده I2. إذا كان السلك والملف مستواهما واحد، عين مقدار واتجاه محصلة القوة المؤثرة على الملف. طيب تعال نرسمه هنا. اول حاجه بالنسبه للضلع ده والضلع ده، الضلعين دول التيار فيهم في نفس الاتجاه، وبالتالي هتنشا بينهم قوه تجاذب، تبقى كده. بالنسبه للضلع ده والضلع ده هتنشا ما بينهم قوه تنافر، لان التيار في عكس الاتجاه، وبالتالي هتبقى كده. وبالتالي انت عندك الملف ده بيتأثر بقوتي. واحد هيقول لي طب والضلع ده والضلع ده ايه يعني؟ مش هيتأثروا بقوة؟ عندك الضلعين دول، الضلعين دول هيتأثروا بقوة، بس القوة دي هتكون متساوية في المقدار متضادة في الاتجاه، وبالتالي المحصلة بتاعتها هتساوي صفر. يعني مثلا لو احنا خدنا فرضنا ان الجزء ده عبارة عن سلك صغير وبيقابله الجزء ده تحت سلك صغير، فانت عندك هنا السلك ده الفيض المؤثر عليه هيبقى كده، الناتج من ده هيبقى كده، وكذلك الجزء الصغير من السلك ده هيبقى برضو كده. التيار هنا كده والتيار هنا كده. لو انت حددت اتجاه القوة المؤثرة على الجزء الصغير ده هتلاقي ازاي؟ ده كده، ده كده، وبالتالي لفوق، وده اتجاه القوة نفس الكلام، ده كده والتيار كده، فهتلاقي لتحت.
وبالتالي كل حتتين صغيرين من السلكين، من السلك اللي فوق ده والسلك اللي تحت، بيتأثروا بقوتين متساويتين في المقدار، في المقدار متضادين في الاتجاه، هيلاشوا بعض. وبالتالي الضلع ده والضلع ده القوة اللي بتأثر عليهم هتلاشوا بعضها، وبالتالي القوة الناتجة يعني هتبقى ناتجة بس فين؟ في الضلعين دول. طيب أجيب القوة دي إزاي؟ ببساطة شديدة، أنت عندك التيار اللي بيمشي هنا هو نفس التيار اللي بيمشي هنا، والسلك ده أقرب من السلك ده، أو الضلع ده أقرب من الضلع ده للسلك ده، وبالتالي القوة بتاعة التجاذب هتبقى أكبر من قوة التنافر. وبالتالي هنجيب القوة دي والقوة دي نطرحهم من بعض، هنجيب محصلة القوة اللي بتأثر على الملف. البعد ده ب10 سنتي والبعد ده ب20 سنتي، سمي دي F1 ودي F2. ممكن نعملها مرة واحدة، نجيب محصلة القوة سيجما الإف بتساوي F1 ناقص F2 بيساوي F1 عبارة عن ايه؟ ميو في الاي اللي ماشي هنا ده I1، في الاي اللي ماشي هنا اللي هو I2، في ال اللي هو البعد المشترك ما بينهم، على 2 باي في الدي واحد اللي هي ب 4 سنت، سميها دي واحد، ناقص الاف 2 عبارة عن ميو في الاي واحد في الاي 2، ال برضو الطول المشترك هو هو، على 2 باي في البعد ده اللي هو 4 زائد 10 اللي هو سميه دي 2، هيساوي الميو على 2 باي هيديك 2 في 10 اس سالب 7، خدناه عامل مشترك. وعندك الاي واحد والاي اتنين والال برضو عوامل مشتركة، الاي واحد ب24 في الاي اتنين ب10 في ال المشترك اللي هو ده اللي هو 20 سنتي اللي هو 2 من 10 متر، يبقى احنا خلاص خدنا دول كلهم عوامل مشتركة. اتفضل عندك هنا ايه؟ واحد على الدي واحد، الدي واحد ب4 سنتي اللي هي 4 من 100، ناقص واحد على الدي اتنين اللي هو من هنا لحد هنا 10 و4 ب14 من 100 اللي هي 14 سنتي يعني. بس بتعمل دي بالآلة الحاسبة هيطلع معاك الحل. عندك هنا 2 في 10 أو 2 في 24 ب48 في 10 ب480، 480 في 2 من 10 في 10 أس سالب 7 في 1 على 4 من 100 ناقص 1 على 14 من 100، هيطلع معاك الرقم ده 1.7 من 10 في 10 أس سالب 4 نيوتن. السؤال رقم 55 بيقول لك سلك من الألمنيوم اكس واي اللي هو ده مساحة مقطعه معلق أفقيا بينما يلامس طرفيه نهاية دائرة كهربائية كما هو. هو هنا مش مبين ان هو بيلامس، يعني هو المفروض عشان يلامس يبقى يحدد يعمل لك مثلا حاجة كده زي اللي فوق دي. المهم ده بيلامس يعني قابل للحركة، وبالتالي ده بيتأثر بقوة وزنه للأسفل اللي هي الام جي، وممكن يسقط لو مفيش قوة بتأثر عليه الأعلى بتساوي القوة دي. المهم بينما لمس طرفيه نهاية دائرة كهربية كما هو مبين بالرسم الذي أمامك، احسب كثافة الفيض المغناطيسي التي تعمل على أن يظل السلك معلقا بدون استخدام مؤثر خارجي غير كثافة الفيض المؤثر عليه مع بيان اتجاه كثافة الفيض علما بأن. طيب دي شبه السؤال ده، أنت عندك هنا سلك، عشان السلك ده يظل معلق انت عندك السلك ده بيتأثر بقوة وزنه الأسفل اللي هي الإف جي بتساوي الإم جي، فعشان ده يظل معلق فلازم يؤثر عليه بقوة مغناطيسية الأعلى بتساوي قوة الوزن. طيب هو هنا التيار بتاعك اتجاهه كده وده ب10 أمبير، عشان القوة المغناطيسية دي تبقى الأعلى فمن قاعدة فلامنجو اليد اليسرى التيار كده القوة كده، وبالتالي الفيض هيبقى عمود على الصفحة للداخل. يبقى احنا هنا حددنا اتجاه الايه؟ اتجاه الفيض. بعد كده عاوزين كثافة الفيض دي اللي هي البي، اعمل ايه؟ هتساوي القوة المغناطيسية بقوة الوزن. المعطيات اللي عندك ان الايه بتساوي 1 من 10 سنتيمتر تربيع،
والاي بيساوي 10 امبير، وايه تاني، والرؤي ال بيساوي 2700 كيلوغرام على متر اس 3، والعجلة بتساوي 10 متر على الثانية تربيع. هعوض هنا الاف بتساوي البي في الاي في ال. انا هنا الفيد اللي انا عامله عمود على السلك، وبالتالي الساين سيتا هتبقى بواحد لان السيتا هنا ب90. المهم بي في الاي في ال بتساوي الاف جي اللي هي الام في الجي. طيب بص كده للمعطيات وشوف هتعرف تجيب البي على طول ولا لا. الاي عندك، ال اللي هو طول السلك ده ما قاليش بكام، يبقى ده مش عندي. الام ما قاليش بكام، الجي عندي. طيب هو هنا عطيك الكثافة، وانت عارف ان الكثافة مرتبطة بالايه، بالكتلة. انت عندك الكثافة بتساوي الكتلة على الحجم، وطبعا الحجم ده حجم سلك. حجم السلك بيساوي ايه؟ بيساوي طوله في مساحة المقطع. وبالتالي هنا هتشيل الام من هنا وتحط مكانها رو في الفوليوم، وبعد كده الفوليوم عبارة عن مساحة المقطع اللي هي الايه في ال. وبالتالي هنا بي في الاي في ال بتساوي الام اللي هي عبارة عن الرو في الفوليوم اللي هي ايه في ال في الجي. هتبص تلاقي ان ال راح مع ال. طيب بص كده هنا الاي قلنا ان عندنا ده هو عطهولك، ده هو عطهولك، وده هو عطهولك، وبالتالي على طول البي بتساوي الرو 2700 في الاي. عندك هنا بالسنتيمتر تربيع تحولها لمتر تربيع، رفع 10 اس 4 في الجي ب 10، كل ده مقسوم على الاي اللي هي ب 10. هيطلع معاك هي سهلة يعني، ده هيروح مع الصفر ده 270 في 10 أس سالب 4 اللي هي 27 في 10 أس سالب 3، زي ما هو عاملها هنا 27 في 10 أس سالب 3 تسلا. السؤال اللي بعد كده 56، سلكان مستقيمان متوازيان البعد بينهما في الهواء 10 سنتي، يمر في الأول تيار شدته 20 أمبير، وفي الثاني تيار شدته 30 أمبير، وضع بينهما سلك ثالث وموازي لهما على مسافة 4 سنتي من السلك الأول، يبقى ده 4 وده 6، ويحمل تيار شدته 50 أمبير. فإذا كان اتجاه التيار في السلكين الأول والثاني متردين، احسب القوة المؤثرة على طول قدره نصف متر، ال L هنا بتساوي نص متر من السلك الثالث، علما بأن طبعا دي سهلة. هتجيب محصلة كثافة الفيض المغناطيسي اللي بتأثر على السلك الأوسط، وبعد كده تعوض في القانون بتاع الاف بتساوي البي في الاي في ال قصدي الاف بتساوي البي في الاي في ال. هو هنا عايز اف بس، يعني حلينا شبهها قبل كده. المهم المسألة ده مش هتفرق التيار فين، احنا كده كده عاوزين المقدار 50 أمبير، والال بيساوي نص متر. هتعمل ايه؟ هتجيب محصلة كثافة الفيض هنا. طيب انت عندك هنا السلكين تيار فيهم في عكس الاتجاه، ودي نقطة ما بينهم، وبالتالي محصلة كثافة الفيض هتبقى مجموع كثافة الفيض بتاعت الاتنين. وبالتالي البي على السلك الثالث سماها بي 3 بتساوي بي بتاع ده زائد بي بتاع ده. طيب البي بتاع ده عبارة عن الميو، سمي ده 1 2 3 في الاي 1/2 باي دي 1 اللي هو ده، زائد ميو في الاي 2/2 باي دي 2 هيساوي، هناخد الميو الاتنين باي عوامل مشتركة اللي هي 2 في 10 سالب 7، تفضل اي 1/20/d1 اللي هي 4 من 100 اللي هي 4 سنتي، زائد اي 2/30 على دي 2 اللي هي 6 سنتي اللي هي 6 من 100. نعمل دي بالآلة الحاسبة، هيطلع معاك 2 في 10 أس سالب 4
تسلم. بعد ما جبت وحصيت كثافة الفيض على السلك ده، الاف على طول بتساوي البي اللي هي دي في الاي اللي ماشي اللي هو 50 في ال اللي هو نص متر، هيساوي طبعا نص في 2 هيديك 1، 50 في 10 سالب 4 اللي هي 5 في 10 سالب 3 نيوتن. سبعة وخمسين بيقول لك سلك معدني مستقيم طوله L، مساحة مقطعه، مقاومة النوعية لمادته، متصل ببطارية قوات الدفع مهمله المقاومة الداخلية. أوجد مقدار القوة المغناطيسية المؤثرة على السلك عندما يوضع عمودي في مجال مغناطيسي كثافة فيضه. كل كلمة بيقولها بطلع المعطى، فأنت لو أنت عملت كده هتلاقي إن المسألة بتتحل معاك. المهم احنا دلوقتي عندنا إيه؟ عندنا مساحة المقطع بتاعت السلك بتساوي 10 مليمتر تربيع، وعندك الرو اي بتساوي 2.8 في 10 سالب 8 اوم في متر، والقوة الدفع بتاعت البطارية بتساوي 3 فولت، وعايزين نجيب الاف المؤثرة على السلك ده لما يكون موضوع في مجال مغناطيسي كثافة فيضه تساوي 10 سالب 3 تسلا. طيب الدائرة دي عبارة عن ايه؟ السيدة طبعا بتساوي 90 درجة. الدائرة دي عبارة عن ايه؟ انت عندك دلوقتي ادي بطارية، البطارية دي متوصل بيها سلك، السلك ده موضوع في مجال مغناطيسي عمود عليه. طبعا لما توصل الدائرة دي هيمر تيار كهربي اي، الاي ده لما يمر هنا فده هيتأثر بقوة. عندك القوة دي هتبقى كده الاف. عشان اجيب الاف دي اجيبها ازاي؟ عشان تجيب الاف دي فانت محتاج تعوض في القانون ده البي في الاي في ال ساين ثيتا بواحد، لان السلك موضوع عمودي. فانت هنا البي عطاها لك والال مش عطاها لك والاي مش عطاها لك. طب اعمل ايه؟ هو هنا عطيك الفي بي ب 3 فولت. لو انت قسمت الفي بي على المقاومه بتاعت السلك ده هتقدر تجيب الاي. طب كده هات الاي، كده الاي بتساوي الفي بي على المقاومه بتاعت السلك، بس المقاومه بتاعت السلك مش عندي. طب اعمل ايه؟ هو هنا عطيك الرو اي وعطيك الاي، وبالتالي الار بتساوي رو اي ال على ايه. هتبص تلاقي ان الرو اي عندك والاي عندك بس ال مش عندك. لاحظ كده ان انت هنا ال مش موجود وهنا ال مش موجود، وبالتالي هتتوقع كده ان انت لما تعوض في القانون ده بعد ما تعوض في الحاجات دي كلها هتلاقي ان ال بتروح مع ال، وبالتالي تعالى ناخدها بقى واحده واحده كده. الاي بيساوي في بي على الار، وبالتالي في بي زي ما هي على الار تبقى رو اي ال، وال ال والاي هتطلع فوق. انا عملت ايه؟ خليت العاده دي الفي وشقلبت الايه وشقلبت ده، يبقى الاي هتطلع فوق وده هينزل تحت. بعد كده تيجي تعوض هنا تبقى الاف بتساوي البي في الاي اللي هي دي على الرو اي في ال، والال ده تلاقي ان ال بتروح مع ال، يبقى الاف بتساوي البي بكام؟ ب 10 سالب 3 في الفي بي ب 3 في الاي ب 10 ملم تربيع. طبعا هتحول من ملم تربيع لمتر تربيع تضرب في 10 سالب 6 على الرو اي اللي هي 2.8 في 10 سالب 8. هتلاقي ان المساله دي ده مع ده مع ده مع ده هتديك 3 على 2.8 3 على 2.8 1.7%. بعد كده بيقول لك ماذا يحدث لمقدار هذه القوه او لمقدار القوة المؤثرة على السلك اذا زاد قطره للضعف. طيب ايه اللي هيحصل للاف لما القطر يزيد للضعف؟ انت عندك هنا نبص للقانون بتاعنا. القانون بتاعنا كان ايه؟ كان الاف بتساوي البي في الفي بي في الاي على الرو اي. لما يزيد القطر للضعف ده مش هيتغير وده مش هيتغير وده مش هيتغير، اللي هيتغير بس هو الاي، وبالتالي الاف بتتناسب طرديا مع الايه.
وبالتالي لما القطر يتغير ال A هتتغير، ال F هتتغير. طيب ال A بتساوي ايه؟ ال A بتساوي الباي في الار تربيع، طبعا لما يزيد القطر يتضاعف، هي نفسها لما يزيد نصف القطر يتضاعف، لان احنا عارفين ان القطر بيساوي 2 في نصف القطر، ده زاد للضعف ده هيزيد للضعف، وبالتالي ال A بتساوي باي ار تربيع، وبالتالي ال F بتتناسب مع الار تربيع، لان ال A بتتناسب مع الار تربيع، وبالتالي هنا ال F بتتناسب مع الار تربيع. هنا القطر زاد للضعف، يعني نصف القطر زاد للضعف، لما نصف القطر يزيد للضعف وتربعه هيزيد 4 أمثاله، وبالتالي ال F تزداد 4 أمثال، وبالتالي عندك هنا ال F 2 بتساوي 4 في ال F 1 هيساوي 4.28 من 100 نيوتن. طيب ممكن واحد يعملها بطريقة تانية، انت عندك ال R 1 او ال R 2 بتساوي 2 R 1، وبالتالي عندك ال F 2 على ال F 1 بيساوي ار 2 تربيع على ار 1 تربيع، تعوض هنا هيطلع معاك نفس الرقم. اخر سؤال معانا في الجزء ده، بيقول لك في الشكل سلك قابل للحركه راسيا بين قضيبين راسيين متوازيين، طول السلك 15 سم، يمر به التيار 5 امبير حتى يستمر السلك في الحركه الاعلى بسرعه منتظمه، احسب مقدار واتجاه اقل كثافه فيض مؤثرة عمودية على مستوى السلك والقضيبين اللازمة لذلك، علما بأن كتلة السلك 15 من 100 كيلوغرام. انت عندك هنا ادي السلك بتاعنا، نفس الفكرة، السلك ده بيمر فيه تيار 5 امبير، وعندك طوله ب15 سنتي، السلك ده بيتأثر بقوة وزنه الأسفل اللي هي الإف بتساوي الإم جي. بيقول لك هنا إيه؟ عاوزين السلك ده يستمر في الحركة الأعلى بسرعة منتظمة، عشان السلك يتحرك بسرعة منتظمة، لو أنت فاكر كده السرعة المنتظمة من قانون نيوتن الثاني أو من قانون نيوتن الأول، تنفع من الاتنين، سيجما الإف بتساوي الإم في الإي، لو سيجما الإف بتساوي صفر تبقى العجلة بتساوي صفر، معناها ان السرعه ثابته، او من قانون نيوتن الاول يبقى الجسم على حالته من سكون او حركه في خط مستقيم ما لم تؤثر عليه، طبعا الحركه في خط مستقيم بنفس السرعه ما لم تؤثر عليه قوه خارجيه تغير من ايه، من حالته. المهم يعني في كل الاحوال عشان السلك ده يكون بيتحرك بسرعه منتظمه فلازم تكون محصله القوه اللي بتاثر عليه بتساوي صفر. طيب انت عندك هنا في قوه وزن الاسفل، وبالتالي لازم يكون في قوة لأعلى تساوي القوة دي، يبقى انت عندك هنا دي الاف، عاوزين الاف تساوي الام في الجي. هو هنا عاوز ايه؟ مقدار واتجاه. اول حاجة حدد الاتجاه، انت عندك هنا من نيوتن من فيلمنج اليد اليسرى، عندك هنا الاتجاه القوة الأعلى واتجاه التيار كده، نعملها ازاي دي؟ ماشي، اتجاه القوة الأعلى اتجاه التيار عكس ده، وبالتالي اتجاه الفيض هيبقى عكس ده، وبالتالي هيبقى ايه؟ لأعلى. نيجي بعد كده عاوزين نجيب بقى ايه مقدار البي. الاف عبارة عن البي في الاي في ال بيساوي الام في الجي. المعطيات اللي عطاها لك؟ عطيك ان ال بتساوي 15 سنتي اللي هي 15 من 100 متر، والتيار ب5 امبير، و الكتلة بتساوي 15 من 100 كيلوغرام، وطبعا العجلة مش هتعرضك، هنفترض ان هي 10 مثلا، هو المفروض يديها لك، يعني الجي بتساوي 10 متر على الثانية تربيع. المهم انا عايز اجيب ده، الاي عندي، ال عندي، الام عندي، الجي عندي، خلاص البي بتساوي الام اللي هي 15 من 100 في الجي ب10 على الاي 5 في ال 15 من 100، لان ده بيروح مع ده، ده مع ده يتفضل 2، يديك 2 ايه؟ 2 تسلا. طبعا المفروض يعني لو هو مش هعطيك العجله في الامتحان المفروض تعوض عنها ب9.8، بس انا هنا عوضت ب10 عشان طلع لك الرقم ب2، فهو المفروض كان يقول لك ان هي ب10. المهم الفيديو الجاي ان شاء الله نكمل مع او نبدا في العزم المغناطيسي في
كتاب الاختياري، وبعد كده نكمل هنا. أتمنى لكم التوفيق، أشوفكم على خير، والسلام عليكم.